بسم الله الرحمن الرحيم. مواصل لرعاية الأمومة والطفولة Objective of Antenatal Care اللي هي أهداف العناية بالولادة. طيب To protect and promote and maintain the health of mother throughout pregnancy، لحماية وتعزيز والحفاظ على صحة الأمهات في طيل فترة الحمل. To detect high risk cases to give them special care، كمان نحدد عن الحالات عالية الخطورة high risk لمنحها رعاية خاصة. To prevent complication، لغاية من المضاعفات. To prepare the pregnant for motherhood feeding وهيجين، نجهز الأمهات لفترة الأمومة بأن كيف تعرف التغذية كيف النظافة. To educate the mother about importance of spacing، أعلم الأم أهمية التباعد يعني سنة ما تأخذ عدوى. Antenatal visit، الزيارات قبل الولادة. Ideal visit are 14 throughout، 14 زيارة المفروض لحد وقت الولادة، 14 زيارة. One every 4 weeks في first 30 weeks، كل شهر زيارة، كل 4 أسابيع 14 مرة في جميع المرحلات، مرة كله 4 أسابيع، دي في خلال 30 أسبوع الأوائل. بعدين زيارتين two every two weeks، مرتين كل أسبوعين، ده في الستة أسابيع الثانية اللي هي بعد 30 لحد الأسبوع 36. وبعدك ال زيارتين قلنا every two weeks، يعني بعدك هي يعني في الأول بتزور الطبيب كل شهر لحد ما تخش الأسبوع 30، خلصت الأسبوع 30 بعد كده تزوره كل أسبوعين، بعد كده ثاني تزوره كل أسبوع في الشهر الأسبوع الشهر الأخير. The first is the most important، the following are done، أول زيارة دي أهم واحدة لأنه إيش بياخدوا فيها full history is taken، تاريخ الصحي كامل، وال full physical examination is done، والفحص الشامل الجسدي الشامل أو البدني الشامل. Essential investigation are made، confirmation of pregnancy، يعملوا التحاليل الأساسية مثلا لحد حمله لما في clearing analysis، تحليل البول، stool exam، CBC، serological exam، PDRL للسيفليس والأمراض التناثلية، blood grouping وhusband blood group، فصائل الدم، culture for gonorrhea، ويتأكد إنه ما في ثيلان. health education بعد ذاك اللي هي التصغيف الصحي. when the next visit complete physical exam، الزيارة اللي بعدها برضو كان تاني كشف جسدي وبدني، تشيك البلد بريشر والبلانت ليفل، لايو البرزنتيشن والموقع بتاعه البيبي، الطريقة وضعية الجنين، وضعية الجنين، وبعدها عند فيت الهارت ساوند نبضة الجنين، واللاب تيست تحاليل زي اليورين شوجر والألبيومين، شوف السكر والألبيومين في زلالة في البول ولا لا، والهيموجلوبين ليفل ان اذر از ريكويرد، وحسب بعد كده وضعيه الام ايش يتاكد منها. الزياره الاولى كونفيرم البريجننسي باي، نشوفه وشي انه فعلا في حمل، كيف نشوفه؟ اول حاجه نشوف الاعراض، متى ينقطع الطمس عنها، واذا كان في نوزيا وفوميتنج غثيان والاستفراغ، بريس سيمتومز في الثدي، في تينجلينج واللارجمنت، كولوستروم اعراض الثدي يكون في وخز وتضخم اللبا الكولوستروم. تاني عندي رونر سيمتومز في أعراض بولية. الساينس يلا في العلامات، بلقى اليوتيروس الساينس حقه بيزيد وسوفتنس، السيرفكس بلو ان سوفتر، وبيكون عمق الرحم أزرق وألين من أول. البريس سايز حجم الثدي بيزيد، أريولار داركر، الأريولا تكون أقمك، والمونتوميري توبيركلز، توغمري توبيركلز. طيب تيورتيوس فينس دي كلها في الثدي. انفستيجيشن بريجنانسي تيست، نعمل تحاليل بتاع الحمل. طيب بريجنانسي تيست اكتريز افتر 18 ويكس دانجروس، يعني لو كان الام تمت الاسبوعين 18 اسبوع يعني بعد الاربع شهور خطرة، التراساوند موجات صوتية يعني بعد 3 شهور من الحمل after 18 weeks الاكس راي خطرة.
بعد الفيرست ترايمستر خطر انك تعمل صورة اشعة. هيستي لان اكزام فيرست بوست باست ماتيرنال دي نشوف يلا بعد كده اذا كان تاريخ الاشياء السابقة مثلا الام عندها هي كرونيك ديزيز من قبل باست ماتيرنال هيستري تي بي سل ولا بون ديزيز اوف سباينز في مشاكل في العظام باست فاميلي هيستري دايبيتس وهايبرتنشن الضغط والسكر نشوف في الاسرة في عندهم ولا لا منسترال سايكل اند لاست منسترال بيريود والاكسبكتد ديت اوف ديليفري اورال كونتراسبتيف بعد كده اسئله عن الدوره بتاعتها ومتى اخر مره جات ومتى متوقع نشوف تاريخ الولاده واذا كانت تستعمل مواني حمل ام لا باست اوبستريكال هيستري طيب الولادات السابقه منوريا انفيرس بريجنانسي منارك مين اي مين منارك يعني اول مره جات فيها الدوره كان عمرها كم واول حمله كان متى واذا كان في انيميا مع الحمل واجت مريج متى تزوجت في اي عمر ابورشنز ديليفري اذا في اجهاضات اوت كم اذا في بيبيز ايش هم كانوا وزنهم كم ويت وستيج بروبلمز واذا كان في اي مشاكل في اثناء الحمل كارديوفاسكولار بعد كده بشوف البلد بريشر قياس الضغط والريسبيريتوري سيستم والابدومين اشوف لي في علامات سكار ماسيز اورام سايز وفيوتراس السباين العمود الفقري والليجز الرجول فجاينال كونفيرم البريجنانسي سايز اوف اليوترس اتاكد من الحمل وشوف حجم الرحم ولو في اي ماسيس انفستيجيشن بعد كده اعمل تحاليل اعمل تحليل البول عشان اشوف في سكر ولا في بروتينات وستول والبلد الدم قلنا الهيموجلوبين والسي بي سي والاي بي او بلد جروب والريسس جروبين الفا فيتو بروتين عشان اتاكد الالفا فيتو بروتين ده الناس الداون سندروم والتشوهات متأكد منها طيب طيب تاني بقوم بشوف البيدال تيست يعني لو في ناس السيفلس والأشياء دي أستراليان أنتي جينز روبيلا أنتي بوديز الروبيلا أمراض بتاعت الحزبة الألمانية ترايتود تكسكلود اتش اي بي بعمل كمان في تحليل لاستبعاد فيروس نقص المناعة اللي هو الايدز the following are done during antenatal visits في اشياء نعملها كمان في علاجات بديها للمرأة وهي حامل بديها حديد وفوليك اسيد immunization against tetanus بديها جرعة بتاعت ابرة للتتنس second dose one month apart starting the second trimester من second trimester بديها حقنة وبعد ذاك يكون بعد شهر بديها الحقنة الثانية في السكند ترايمستر بدهم حقنة بتاعت التتنس الحوامل في الشهر السكند تيرم كونسلنج ونيوتريشن على التغذية فاميلي بلانينج وتخطيط للأسرة يعني لو تنظيم الأسرة سيلف كير كيف تهتم بنفسها والبيرسونال هايجين والكير اوف ذا نيو بير كيف تهتم بالبيبي الجديد ان كير اوف نيو بورن ادفايس اباوت سموكين ولا ما تدخن انتركورس مع زوجها كيف تكون ريست ان اكسرسايز الراحة والرياضة ترافل الحركة الكحول كلوزيس الخمور والملابس باثينج الحمام الباولز يكون في مساج ما في كده اونسيت اوف ليبر حدوث الحمل اللي هي اونسيت اوف ليبرز اونسيت اوف ليبرز طيب طيب قلنا نشوف كده بعد كده نكلمه انه كيف بيكون فترة الولادة سيكولوجيكال ادفايز نصايح نفسية ميديكيشن از نيديد تدي ادوية مثلا انكلودنج انتي تتنس توكسويد للتتنس وريفيرال وني ستري لو محتاج انا احولها احولها لمثلا تخصص نزول ولادة او زي كده السكند فيزيت الزيارة الثانية سكند دوز اوف انتي تتنس لان اخذت الاولى بعد شهر تاخذ الثانية نحن قلنا الزيارة بتكون شهرية في الاول بداية الحمل تدكت بزيشن بريزنتينج بارتس وضعية الجنين ادفايزس نصايح جيف وورنينج سيجنالز نبيها انه مثلا في اشياء معينة لو هي محاذير يعني حذيرها من ايش في 36 ويك اشوف اتأكد منه انه لو في كفالوبيلفيك ديسبروبوشن لو في مشكلة انه مثلا الطفل ما
حجم الرأس مع الحوض بتاع الأم، لو ما ممكن الطفل يتولد ولا لا. Antenatal advice، دي هي نصايح. Give disposable delivery kit in rural areas، المناطق البعيدة ومناطق القرى، بعطيهم أدوية بتاعت للولادة إن كيس إنها ولدت في البيت. Care under 5، this integral care provided to mothers. It is integral care provided to mothers، بيكون في اهتمام بالمذر. Gross monitoring up to at least 3 years is important. نراقب النمو بتاع الطفل لحد عمر 3 سنوات. Road to health chart is used in Sudan by nutrition assistant in primary health care units، اللي هو ده يعملوا يشوفوا التغذية بتاعت الطفل. Educational tools is to inform the mother about milestones، يكلموا الأم يقولها مثلا إنه حيجلس في عمر 7 شهور، حيجيب في عمر سنة، زي كده يعني milestones، أشياء تطور حقه. It inform the mother about breastfeeding، إنه أهمية الرضاعة من الثدي. And when to add the artificial feed، ومتى تضيف الرضاعة الصناعية. Also inform about how to use oral rehydration fluids، ونكلمها كيف محل الجفاف تستخدمها. GOBIFF important elements for under 5 care، اللي هو أقل من عمر 5 سنوات، اللي هي الإيش، هي اختصار لإيش؟ الجي الجروس مونيتورينج، نشوف النمو بتاع الطفل. الأو للأورال ريهيدريشن سولت، إنه في حالة الإسهالات وكذا لازم تستخدمها. البي للبريست فيدينج، مهم جدا. الآي للإيميونايزيشن، التطعيمات، ننبهها إنه لازم في تطعيمات تاخدها. والإف للفاميلي بلانينج، تنظيم الأسرة. والفيميل إديوكيشن، تعليم الفتيات. وفيميل جينيتال كاتينج بريفنشن، يعني اللي هو الختان اللي يتعمل للأطفال البنات، نمنع ختان الفرعوني للفتيات. دي الاختصار ل GOBIFFF. Children mortality and morbidity rates، معدل الوفيات وأمراض عند الأطفال. Objective of child care is to reduce the mortality and morbidity rates، أصلا نحن ليش نهتم الأطفال؟ عشان نغذي، نقلل من عدد الوفيات والأمراض عندهم. Most important mortality indicators of under 5s are، الناس اللي أقل من 5 سنوات كيف بعرفهم؟ Prenatal mortality rate، البرينيتال قبل الولادة، ونيونيتال في أثناء بعد في الشهر الأول من الولادة، والإنفانت mortality rate في السنة الأولى، under 5s proportionate mortality rate. Prenatal mortality rate، كل واحدة من ديال عندها تعريف لازم نحن بنحفظه. البرينيتال، لما أقول برينيتال اللي هو as number of stillbirths، اللي هو الطفل اللي بيكون مات بعد الأسبوع 28 after 28 weeks of gestation plus death during first week، معاه الوفيات اللي حصلت في الأسبوع الأول من الولادة، يعني من بعد 28 أسبوع لحد أسبوع من الولادة، ده يعتبر stillbirths أو اسمه برينيتال mortality rate. Is an area during 1 year over the total number of live births in the same area during same year multiplied by 1000، مقارنة بعدد الولادات في نفس المنطقة. Causes، إيش السبب اللي بخلي إنه عندي برينات المرتيرت ريت بيزيد؟ إيش هو؟ Antibartum causes، أشياء بسبب الأم، مثلا عندي placental insufficiency، مشكلة كان في المشيمة. Separation، انفصال. كورد اكسيدنت، مشاكل بتاعه الحوض. انتي بارتم هيموريج النزيف. انترا بارتم كوزز انترفيرنس وذ بلاد فلو ديورينج كونتراكشن، يعني في مشكله انه الدم ما كان بيصل للجنين. انترا كرينال هيموريج، نزيف الراس. بيرث انجري، بيرث انجري وفيات الاطفال. بوست بارتم كوزز، في أشياء ما بعد الولادة زي الهايبوثيرميا، هايبوثيرميا انخفاض الحرارة، هايبوثيرميا، هايبوغلايسيميا انخفاض السكر، هايبوثيرميا هايبوغلايسيميا، وآر دي إس، سيبتسيميا،
وتيتانوس نيونوتاروم اللي هي حالات التتنس، دي الحالات اللي بتحصل بعد الولادة. infant mortality rate، تعريف لل infant mortality rate: number of deaths for children less than one year during a year divided by number of live births in the same year multiplied by 1000. نفس التعريف قلنا بنحفظ التعريف دي، عدد الوفيات للأطفال الأقل من عمر سنة، يعني من الأسبوع الأول. أنا قلنا في الأسبوع الأول ده اللي بيحصلوا، ما نعتبره مع البرينيتال. أما الإنفانت اللي هو عدد الوفيات في السنة الأولى ماكسيمو على عدد الأطفال الأحياء وضربوا في 1000. الأسباب: نيونيتال من 0 to 4 weeks، إيماتوريتي طفل المولود قبل المواعيد، بيرث إنجري مشاكل في الولادة، وكونجنتال أنوميليز عيوب خلقية، وهيلاين ممبرين ديزيز دي مشاكل في الرئة، بلاسنتال أو كورد أبنورماليتيز مشاكل المشيمة، وأنترايتيز مشاكل في الأمعاء، ار دي اس وريسبيراتوري انفكشن مشاكل الرئة. بوستنيتال اللي هو من عمر شهر لعمر سنة يكون عندهم دايريا، دايريال ديزيز أو ريسبيراتوري، سهالات أو مشاكل الجهاز التنفسي أو الملاريا أو سوء التغذية، سوء التغذية يعني مال نيوتريشن، الحصبة ميزيلس أند أذر انفكشوز ديزيز، الأمراض المعدية الأخرى، أن أكسيدنت الحوادث. بريفنشن كيف نقدر نمنع الأشياء دي؟ إنه نمنع ال infant mortality rate دي نقللها، أنتيناتال كير المتابعة قبل الولادة، وجود نيوتريشن تغذية جيدة، جود انترانيتال كير وبعد الولادة يكون في عناية، أن كير أوف نيو بورن نحتني بالأطفال حديثي الولادة، وبوستنيتال كير كير أوف ذا infant. كير اوف ذا انفانت بنفس قلنا جي او بي اي اف 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 اللي قلناها سابقا، نحتني بهم. ثانك يو.